من لندن مراسلنا عمر شاكر. عمر، أهلا بك. ما هي آخر التطورات بخصوص هذا السجال الجديد ما بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والحديث عن مواجهة محتملة مع البرلمان؟ علاء، من الواضح أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يواجه ضغوطا سياسية داخلية هنا في بريطانيا بشأن مشروع قانون السوق الداخلية الخاص بإيرلندا الشمالية، تحديدا ضمن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي بدر أو صدر عن رئيسي وزراء بريطانيا السابقين توني بلير وجون ميجر، وهما من رموز المعارضة لفكرة الخروج بأساسها، لكنهم أيضا هم عاصروا مرحلة التوصل لاتفاق سلام الجمعة العظيمة الخاص بإيرلندا الشمالية. ومن هنا يأتي أهمية أو تأتي أهمية تحذيرهما بشأن تمرير هذا الاتفاق، لكن من غير المتوقع أن يحدث سجال كبير داخل المجلس العموم، لأن بوريس جونسون يتمتع بأريحية بأغلبية مريحة داخل مجلس العموم. هو وصل إلى الحكم عبر الانتخابات المبكرة نهاية العام الماضي بفكرة إتمام عملية الخروج، وبالتالي من غير المتوقع أن يكون هناك سجال وأن يمر مشروع القانون، لكن قد تكون هناك عواقب على المستوى الأوروبي. لا شك أن تمرير مشروع القانون يضع عواقب ومصاعب أمام عقد وإبرام اتفاق تجاري طويل الأمد مع الجانب الأوروبي، خاصة وأن المرحلة الانتقالية لم يتبقى لها إلا أشهر قليلة قبل انقضائها في 31 من ديسمبر المقبل. تمرير القانون قد يدفع الأوروبيين إلى اللجوء إلى القضاء، وهذا قد يضيف تعقيدات أمام مشهد الخروج الذي هو قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق بشكل كامل. شكرا جزيلا لك، مراسلنا في لندن عمر شاكر، شكرا جزيلا لك.